رسوله. لن يبقى فساد في القوس. يا الله يا قدير. احفر شعبه بالتقدير. زنقة زنقة دار دار. غير الرد ما نختار. ثورات تدحار الفاسد. وتحسن وضع البيت.
من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد واكشف ما نزل بنا من هم وغم ومن بلوى وكار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا ظالما إلا أهلكته. إلهي ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إلى الحق آمين رب العالمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، انتقم لنا ممن ظلمنا، يا منتقم انتقم لنا ممن ظلمنا. اللهم من كان في موته راحة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات فأرحنا منه يا الله. اللهم مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا. اللهم سلط عليهم شرار خلقك، اللهم سلط عليهم شرار خلقك. اللهم اجعل دعوة الحسين عليهم يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم ظلمونا فاشهد يا رب العالمين، اللهم إنهم قد ظلمونا فاشهد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قلم صدق عندك يا الله. فك أسرانا وارجعهم إلى أهلهم وذويهم سالمين. احفظ مطاردينا ونجهم من القوم الظالمين. اللهم رد مبعدينا إلى وطنهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح العلماء والشهداء ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.